أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة وأسرة جديدة، بنتعرف على أفرادها، بنقدمهم ليكم، بنشاركهم أفكارهم وأحلامهم. الأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، المجال مفتوح والحوار ممتد، فتابعونا وهذه الأسرة الجديدة والحلقة الجديدة من بيت العيلة. حلقتنا اليوم هي واحدة من الأسر المتوسطة والتي تمثل قاعدة هرم مجتمعنا المصري. عائل الأسرة هو مهندس الكهرباء مصطفى فهمي أبو شادي. أما سيدة المنزل فهي مدرسة اللغات الأستاذة دعاء يحيى. ومن الطبيعي في بيت كهذا أن تخرج لنا زهرة يانعة، هي ابنتهما الفنانة الصغيرة زينة ذات السنوات العشر، فنانة صغيرة تجدو بأغاني أم كلثوم وشجية وسعاد حسني في حفلات دار الأوبرا المصرية. أسرة رأينا أن نقترب منها لنتعرف عليها أكثر وأكثر. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في حلقة جديدة من بيت العيلة، أسرة جديدة كعادتنا متميزة في مجال من المجالات. معانا النهاردة رب الأسرة متميز ومتخصص في مجال الصناعة. احنا عارفين المشاكل اللي عندنا، المشكلة الاقتصادية اللي هي أحد أهم مفاتيح الخروج من أزمتها أو الأزمة الاقتصادية هي الصناعة. الصناعة بنشجع المنتج المصري بقالنا سنوات، بنسمع شعارات كثيرة، لكن إيه الأزمة الحقيقية؟ ايه هي الاقتراحات او الافكار اللي عند ناس زي الضيف اللي عندنا النهارده، اقتراحات من جوه او من على ارض الواقع، هنسمعها من الاستاذ مصطفى فهمي ابو شادي ضيفنا اللي معانا النهارده اللي بنرحب بيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. معانا ايضا مجال تاني هنتكلم فيه وهو مجال التدريس من خلال الاستاذه دعاء يحيى الزوجه ومدرسه لغه انجليزيه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. معانا ايضا مجال ثالث، مجال الفن ومجال الغنى من خلال الطفله، او مش طفله بقى، هي بنوته جميله مثقفه، زينه، مش كده؟ زينه سنه كام يا زينه؟ سنه خمسه. اهلا بيك يا زينه. وزينه انت في الاوبرا مش كده بتغني؟ هنسمع من زينه اغاني النهارده، هنكتشف موهبه جديده بيساعدنا ان احنا نقدمها لكم. بس اسمحوا لي ابدا كعادتنا دايما بسؤال، وهو برجعكم فيه للماضي اللي مش بعيد قوي، زينة صغيرة يعني، وأعرف انتوا اتعرفتوا ازاي بقى أو أول لقاء بينكم لو ما عندكوش مانع يعني. والله أنا تعرفنا عن طريق أختي، ما كنتش أعرفها ولا هي صدفة. أيوه هي صدفة، كنت أنا ومامتي في مشوار واتقابلنا مع أخت مصطفى في المواصلات. يعني انتوا ما كنتوش تعرفوا اخت مصطفى اصلا؟ خالص. اتقابلتوا في المواصلات؟ خالص. وبعدين اسمك ايه؟ اسمي كذا. بنتي هي عجبت بيها. دعاء. طب انا عندي اخويا اسمه كذا وحصل النصيب كده. وانت نصيب. مدي لاختك تصريح انها اتجوزت كده من اي؟ لا والله هو من المواصلات كده. لا لا, لا 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 مش موضوع كده، هو الموضوع انا جت قالت لي، في كلمتني على دعاء، قالت لي والدها دكتور وبتاع ومامتها كذا وبتاع كنسب وعيله وكده. ايوه. وهي بصت لها وكلمت معاها، لقيتها يعني انسه مهذبه وبتاع وكده. يعني هي واضح ان اخت حضرتك كانت عارفه الشروط الاساسيه انك عايز واحده. لا أنا من عيله شروط. انا ما كنتش حاطط دماغي اتجوز خالص اصلا. ولا لغايه لما كنت رايح هناك، كنت رايح كده بترضي اشوف ايه او تشوف ايه الموضوع. لا اشوف ايه الموضوع يعني، واحده اشوفها وخلاص والسلام عليكم. مش حاطط في بالك ان هو موضوع جد وفعلا ممكن يقلب الارتباط؟ لا ولا هتجوز خالص، انا ما كنتش حاطط في دماغي ان انا اتجوز. بس ايه يعني اللي حصل بقى؟ وقعت. يا خبر ده اعتراف بقى. الجميل ان احنا بنرجع نسمع الذكريات الحلوه دي. وبعدين ان انت بتضحكي طبعا يا زين، ايه اللي بيضحكك بقى؟ سمعتي الحكايه دي قبل كده؟ لا. طب شفتي بقى؟ هو اللي خلاني ان انا بحب الفكر والفلسفه شويه، بكتب
ليا اشعار يعني كمهندس حاجه، وك يعني ليا مجال فني ومجال حضرتك مجال مهندس ادبي. كهرباء، حضرتك ليك خبرة في مجال الصناعة، صناعه. حضرتك شاعر يعني عشان ابقى يعني قدمت ليك اكتر من هاوي وجه، هاوي في الشعر، هاوي ولا رسم محترف، لان انا هاوي احب في الشعر. الهوايه بخلاف الاحتراف، اي لان الهاوي بيبقى اصدق في مشاعره. اي واخد بال سعادتك؟ تمام، ف لانه بيكتب من بحريه جواه، من جواه بصدق من غير ما يكون منتظر عائد او ما مش منتظر عائد. فما رحت قعدت معاها بتاع حوالي ساعتين تقريبا، بنتكلم في نقاش انت عارفه يعني ايه، نائر ونقير او جدال، يعني كان مباراه ادبيه فكريه، كان جميله، أيوة. استمتعت يعني زي ما تقول ايه طاووسي في داخلها. بس فاعجبت ب أعجبت بالفكر، بالعقلية، ما ينفعش شاعر وما ينفعش بس كاتب يبقى يعني أيوة. يرتبط إلا بحد قريب منه في يعني العقلية، هي انا يلاقي فاكر، أرض انا مشتركة فاكر بينهم. ساعتها واحنا بنتكلم، فراحت عامله كده، اقول لك بقى يا باشمهندس، رحت عامله كده وقعدت اتكلم معايا بقى، وايه وواثقه من نفسها بطريقه وردود بشكل يعني لفت نظرك الشخصية ها لا لا والفكر. يعني انا تعجبني الشخصيه المحاوره الذكيه. بس فابتدى بقى يعني حسب يعني نقول ان كل رجل وحسب مفتاحه، المفتاح اللي هو بيحب ايه، المفضل عنده في الست اللي هيرتبط بيها او يحبها او يعني انا هقول لسيادتك على حاجه، انا المراه بالنسبه لاي راجل ممكن يكون مثلا ايه، انا بالنسبه لي المراه عامله زي البحر، هناك من يقرأ عن البحر، وهناك من يعوم، وهناك من يغوص، وهناك من يبحر، وفي واحد يغوص ويقتني اللؤلؤ والمرجان ويقدر يتحكم في البحر في وقت هياجه وفي وقت هدوءه، وهذا هو انا الرجل ده. لا شاعر فعلا، اقرأ الكلام ده يدل انك فنان شاعر. اقرأ واغوص واسمع عن البحر واستمتع برؤيته على الشط وابحر فيه واغرق. لا بس كده خلي بالك، انت كده محتاج اكتر من امرأة، امرأة واحدة لا تكفي. مفيش واحدة هتتجمع فيها كل الحاجات اللي بتقولها دي. ما انا هقول لسيادتك على حاجه، كل امراه ازاي الرجل يطلع فيها اجمل ما فيها، اي كل امراه فيها حاجات جميله جدا. المراه لو وجدت انسان يعطيها مش تبخل عليه بحاجه، ممكن تبيع عمرها. واخد بال ساعتها، والراجل هو القادر ان هو يعني يحرك المرأة في الاتجاه اللي هو عاوزه. ايه رأيك في الكلام ده بقى؟ نسمع رأيك. والله بصي انا موافقاه ومش موافقاه. مش موافقه في ايه؟ مش موافقه في ايه؟ هو حاطط كل يعني كل حاجه على عاتق الراجل، هو اللي يقدر يخرج من المرأة احسن ما فيها. طب ما الست برضو عندها ذكاء انها تحتوي الراجل ده. يعني انا قدرت ان انا احتويه، هو مصطفى طيب جدا، انا لقيته انسان طيب، شاعر، حنون، واضح جدا، أيوة. اللي جواه زي اللي براه، فده فانت عجبني. قررتي ان انت ترتبطي برضه، هو قرار امراه هنا على فكره، المراه اللي بتقرر، بس بحلكوا ان انتوا اللي بتقرروا، بتوحلكوا كده. فانت قررتي ترتبطي ارتبط بيه، بيه. وقررتي ان هو يستحق انك تديله هذا العطاء اللي هو بيتكلم عنه. اهتمامي اهتمامي كويس. أيوة. غير كده كمان ان هو معطاء، بيتوتي قوي يعني، يعني كل اهتماماته بيته الجو المحيط بيه، الاسره. ايوه كويس، مش اناني خالص، انا لقيته فعلا مش اناني، عطوف. ايه رايك في الكلام ده؟ نحمد ربنا ونشكر. بتسمعوا فضل كتير ولا سمعتوا في برنامجنا؟ احنا برنامجنا دايما بيسمعكم الكلام، على فكره مش ضروري تكونوا بتسمعوه بشكل يومي او كتير في ما حياتكم. دايما بيت العيله ده بيبقى فيه الدفء، ايوه فانا حاسس بالدفء يا رب دلوقتي. دايما، يا رب دايما. ايوه فالحمد لله احنا اسرتنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مترابطه، احنا مترابطين جدا، متفاهمين جدا، حتى لما بنختلف بنرجع ما عند برضه نقطه تلاقي. ازاي بقى الميزه الحلوه قوي دي، ان انتوا حتى لما بتختلفوا بتختلفوا برقي، وعمركم ما بتختلفوا لدرجه ان يبقى في تصادم يؤدي للانشقاق او يعني لا سمح الله. هنا بقى ميزه ترجع لمين؟ لمصطفى. لمصطفى. شكرا. انا سالتها سؤال في بدايه الجواز او ساعه الخطوبه، فاكر السؤال ده لغايه النهارده، قلت لها لو جينا اختلفنا وبتاع ودخلنا في محاكم وقضايا وبتاع والكلام ده كله، يعني هتعملي مثلا حاجه كده او بتاع والكلام ده؟ فقالت لا. قلت لها بصي،
اقول لك على حاجه، انا ما دام اختلفنا واخده فيش بقى قلت عفش ومهر وبتاع، خد اللي انت عاوزاه مع السلامه. لا يعنيني، ما فيش مشاكل، لان الحاجات دي انا اللي بجيبها او بتاع او كده. فاللي بينا ما استاهلش ان احنا ان انا اقف في محكمه ايا كان. لو انا خلاص وصلت معاها ان انا بكرهها بنسبه 100%، واخده ساعتك ممكن لو وصلت للكره مفيش ماديات بقى خلاص، خلاص مفيش يبقى ليها اي ماديات، قيمه او لا بس تمام. مفيش ماديات، واخده بال ساعتك. فالنهارده مفيش حاجه انا او انت او دي الاول، فخلاص فالحته دي دابت، ايوه واخده بال ساعتك. فما بتبقى في نقطه خلاف، الاختلاف لان لينا هدف والهدف مشترك، واخده بال ساعتك، مفيش تضاد، ولكن أيوة. في توازي في الحركه في الاتجاه لنقطة معينة احنا الاتنين عاوزين نوصل لها. ونقول بقى الهدف المشترك اكيد زينة، زينة من الاهداف المشتركة. زينة الجميلة، زينة اسم على ما يسمى، زينة عندها موهبة. انا عايزة يعني الجمهور هو اللي يحكم، هو اللي يسمع ويقول فعلا زينة عندها موهبة. إيه انت في مركز المبدعين، مركز تنمية المواهب، مركز تنمية المواهب بالاوبرا. إيه انت دخلتيه من 2015 تقريبا، دي المعلومات اللي عندي. طيب إيه بتغني ايه؟ بغني شرقي، شرق يعني ده الاصل. اوكي. ممكن اسيب لك الاختيار بقى، انت تختاري تبداي بايه ممكن نسمعه منه. ممكن اغني اغنيه لسميره سعيد اسمها الجاني بعد يومين. عارفينها طبعا. طيب نسمعها بقى بصوت زينه. الجاني بعد يومين. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا ناري تقيل، وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا ناري تقيد، وسمعت فكري شريط وسكت وقلبي شهيد. وانا اللي كنت فاكره انه هيشتكي من بعدي، فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي. وانا اللي كنت فاكره اني واحدة اللي في قلبه، اتاري واحدة تانية جت في ثانية شغلت قلبه. معرفتش ايه هقوله، هرب كلامي مني، سبته ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني، وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي. لكن بعد اللي جاني قلت تاني منه للأيام. برافو يا زينة، ما شاء الله. يعني أنا عايزة أعرف بدأت إزاي تغني؟ أول يعني هي اللي فاكرة ولا أنتوا؟ هي مامتها على فكرة كانت. أنتي عايزة تقولي؟ اتفضلي. هو أنا يعني كنت بغني زمان، وماما وخالته الصراحة شجعوني جدا يعني، ولحد ما لقوا مكان ان انا اتدرب فيه. يعني انا بغني مثلا من وانا عندي 5 سنين. 5 سنين يعني بقالي كتير، بس يعني الفترة اللي انا اتدربت فيها هي كانت سنتين بس. ايوه. بس خالته اسمها دينا، هي ساعدتني جدا يعني، وبرده صحابي في المدرسة كانوا بيشجعوني، وماما وبابا وصحابي في الاوبرا، وكمان في كانت بنت بتشجعني اسمها آلاء عمرو، كانت بشجعني هي ومامتها جدا يعني، اكثر الناس كانوا بيشجعوني. شوف يعني الاخلاص انها تذكر اسم جميله يا زينه، شجعها ووقف جنبها يعني. يا رب كده ما تبقي نجمه بقى وكل الناس عارفينك بقى، كمان تفضلي كده حلوه جميله في كده. الدكتوره ناديه عبد العزيز برضو في الاوبرا اللي ماسكه تنميه المواهب، والدكتور عبد الوهاب السيد، وفي الدكتوره داليا. اي بس نقول هنا الموهبه بقى هي ورثتها، اصل الموهبه دي بتبقى عاده وراثه،
فورثتها من الاب بطريقه مختلفه. انت في الشعر برضو موهوب يعني بعد ما عندكم ولا ما فيش حد في العيله تاني بيغني صوته حلو؟ لا ما فيش. هو انا بكتب شعر تقريبا من ابتديت، انا فاكر كان في اعدادي اول قصيده كتبتها وزعلان عليها جدا، كان والدي قراها وما كانش مصدق ان انا اللي كاتبها يعني، انا فاكر. أيوة. وللاسف يعني ضاعت دي، انا اول قصيده وزعلان عليها جدا يعني، ولكن وطبعا مش متذكرها. لا 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 مش متذكرها لان انا ما كنتش عارف ان انا هكتب. طب احنا متذكرين ايه ممكن نسمعه منك بعد اذنك يعني؟ عاوزين في عندي كذا حاجة، في حاجة اسمها الطريق المسدود. الطريق المسدود. اتفضل. طريق الحب، طريق الحب في عيونك طريق مسدود، طريق الحب في عيونك طريق مسدود، وانا خطوة انكتب ليها تروح وتعود، اشرج مرة واغرب واخدش سدود، بقيت رحال وترحالي ملوش حدود، رنين حبك في ترحالي شراع مشدود، تاخدني الخطوة وتجيبني وعود بوعود، وعود تاني لطريقك طريق معهود، طريق الحب في عيونك طريق مسدود، وانا خطوة انكتب ليها تروح وتعود. وليك اليوم انا راجع فارس مشدود، وقلبي في كفي ما يهجي بدرت ورود، وليك اليوم انا راجع فارس مشدود، وقلبي في كفي ما يهجي بدرت ورود، وليك العشق ما يكفي ومالي حدود، وليك نبع من قلبي سبيل ممدود، ولو ما بتكفي من نبعي بدمي اجود، طريق الحب في عيونك طريق مسدود، وانا خطوه انكتب ليها تروح وتعود. الله. طيب دي تجربه بقى يعني، الشعر لما بيكتب تجربه حقيقيه. انت بتتكلم بقلب قوي، كان فعلا المشاعر دي كانت موجوده في يوم من الايام، ولا ده تقمص ولا ايه؟ والله الشعر اكسير الحياه، والمراه اكسير الشعر. فممكن في مراحل مختلفه، في تجارب اكيد مختلفه بتتاثر بيها بتترجمها لشعر. والله هو ممكن تعيش الحاله من غير تجربه حقيقيه، مش من غير تجربه يعني. هقول لسيادتك على حاجه، ممكن تشوفي تابلو جميل تعيشي جواه وهي صوره بس، والمعنى في بطن الشعر. ايوه، تاخذي منها ما تروجي. ايوه. طيب لغايه دلوقتي بقدم مواهب جميله جدا يعني، مستمتعين بيها، لكن عايزين نتكلم بقى شويه جد. هو ده جد على فكره برضه. اتفضل. نتكلم في مجالاتكم، مجال الصناعه ومجال التدريس. ابدا بحضرتك، ايه مشكلتنا في الصناعه؟ يعني احنا بقالنا سنين فاهمين المشكله وعارفين ان لو اهتمينا بالصناعه المحليه والمنتج المصري ده هيكون مفتاح خروج من ازمات كثيره، وطبعا الازمه الاقتصاديه. وبنتكلم على تشجيع الصناعه المصريه، وكان في شعار انتج في مصر كان بدا فعلا يلاقي مردود فتره من الفترات، وبعدين رجعنا حاله يعني اهمال تاني للقصه دي، او ما رجعتش يعني، لسه معتمدين على الاستيراد برضه. عندنا الانتاج في مصر كويس جدا، بس للاسف هو في عندنا عقده الخواجه لغايه النهارده. قلت لي الكلام ده قبل التسجيل، وقلت لي دلاله ودليل، قلت لي القميص اللي انا لابسه. انا عايزك تقول القصه دي. انا كنت في اسكندريه ومشينا المدام وكده، فلقيت في واحد حاطط قمصان وبتاع، فماشي قمصان، فبكام هو القميص عجبني وبتاع وكده، مش هشتري، مش حاطط في دماغي ان انا اشتري يعني. انا خدت دستتين قمصان في اليوم ده. سعر رخيص جدا، سعر رخيص، وقماشه والخامه عاليه جدا، والخامه عاليه والفينش. بس في بقى كم مصنع، وهل كل الناس تعرفهم؟ هل عاملين الدعايه الكامله؟ يعني احنا عندنا مشكله ما، سواء الفينيشنج زي ما بنقول تشطيب الحاجه، سواء عرضها، سواء توليفه الالوان والاذواق. يعني احنا بنتكلم ان احنا ما فيش التقدم اللي يواكب. هو القميص اللي انا لابسه ده وانا جاي مخصوص بيه، اما انت كلمتيني فقلت لك انا هجيب لك عينه، فانا جيت ولابسه. ايوه، واخده ولا سعادتك. على فكره القميص ده ب 30 جنيه، وخامته حلوه ومنتج مصري.
لكن احنا جنيه عايزين فعلا. البدله كلها حضرتك تبقى مصريه مش القميص بس. والبدله المصريه بس انا مش فاكر والله جبتها بكام يعني، بس هي من وسط البلد يعني غاليه، بس مش فاكر السعر. ايوه. طب من خلال بقى تجربتك العمليه، اه اقتراحاتك يعني، احنا بنقول من المشروعات الصغيره، احنا بنقول المنتج المصري، عندنا مواد خام في البلاد العربيه رغم توفرها الا انها تصدرها وبعدين ترجع تستورد المصنوعات اللي معموله بيها. طب طب احنا ايه انا المشكله اقول بقى؟ حاجه، احد الشركات كان المهندس سامي فهيم والمهندس عبد الهادي عبد المنعم الله يرحمه، كنت في احد المصانع وكان في مهندس اسمه ممدوح عبد السلام، كان في مشكله عندهم في مكنه، واللي بيستوردوا الخامه دي او الجزء بتاع قطعه الغيار من المكنه ده بحوالي $70، وبيجي خبير يركبها عباره عن لقم صغننه كده، بيجي مثلا حوالي 300 400 قطعه، ويجي خبير يركب، اللي بايظ بيتحسب على الشركه واللي سليم بيركب وبرضه بيتحسب على الشركه وهكذا. فهم جم كلموني طب احنا هنبتدي عاوزين نعملها هنا وفي مصر، فالحمد لله انا عملتها وحطوها اختبار وعلى اجهاد عالي جدا بالنسبه للشد وكده، والحمد لله نجحت وعملناها في مصر هنا، ايوه. واخد بال ساعتك. فاللي انا عاوز اقوله ان احنا عندنا امكانيات ان احنا نشتغل ونعمل، واخد بال، ولكن ناخد اللي احنا عاوزينه وما ناخدش اللي هو اللي هم يدهولنا. احنا محتاجين ايه يعني؟ زي كان في حاجه في فيلم اذكره بيقول لك بيودوا بطاطين للكونغو، طب الكونغو بلد حر، طب هنودي لها بطاطين ليه؟ طب احنا في حاجات احنا محتاجينها وحاجات احنا مش محتاجينها، طب ما ناخد اللي محتاجينه فقط. ايوه. ولكن للاسف احنا بناخد اي حاجه، شعب متلقي لاي حاجه. فبالتالي يعني زي مثلا انا عندي مثلا 5 6 قمصان 10 قمصان، انا مش محتاج، طب انا اخد زياده ليه؟ واخد بال ايوه. ساعتك، ابحث ايه بقى، ما استهلكش إيه الفلوس بتاعتي في ان انا احضر الاقتصاد بتاعي. ده جزء. الجزء طيب التاني احنا هنأجل الجزء التاني وجهة نظرك بالظبط بالتفصيل بعد ما نطلع لتقرير عن الصناعة ومشاكل الصناعة، ونرجع نكمل نفس موضوعنا مع حضرتك برضو عن الصناعة. نشوف مع اتفضل. بعض. على الرغم من ما عاناه الاقتصاد المصري من مشاكل منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وعلى الرغم مما يعانيه العالم من أزمات في إنتاج الوقود والمواد الخام، تظل قاطرة الصناعة المصرية في حالة تأهب قصوى للانطلاق بقوة في الفترة القادمة. فبالرغم من المشاكل التي تعانيها الصناعة خاصة مع تعويم العملة الأخير، إلا أن تدفق الاستثمارات الأجنبية مؤخرا يظهر جليا وبوضوح تام في رهان يتبناه المستثمر الأجنبي على صناعتنا الوطنية. ومع الاهتمام الواضح من قبل القيادة السياسية للبلاد بمشاكل الصناعة ومحاولتها المستمرة لتذليل كل ما يجابه الصناعة من مشاكل، ومع الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، ومع تنامي الاهتمام بقناة السويس، اتجهت أنظار مستثمري العالم إلى مصر طارحة تساؤلا هام: هل يمكن أن تتحول مصر إلى نمر اقتصادي إفريقي جديد يساعد الاقتصاد العالمي ككل على تحقيق المزيد من معدلات النمو المرضية؟ وهل يمكن أن تكون الصناعة المصرية هي الإجابة التي تبدأ حل كل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من مشاكل؟ المؤشرات تبدو شديدة التفاؤل، غير أن الإجابة الحاسمة تحتاج المزيد من الجهد والعرق والإبداع. اهلا
اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية مع اسره الاستاذ مصطفى فهمي، وبنتكلم عن الصناعه من خلال تجربه عمليه لحضرتك في اكتر من تجربه، اكتر من تجربه يعني نقدر نقول. الحمد لله. الحمد لله. نتكلم عن اقتراحات حضرتك للصناعات اللي هي فعلا ممكن تكون متاحه دلوقتي ان احنا ننفذها ونعملها وتدر حاله من الرواج الاقتصادي. والله احنا تعرض علينا من الصين ان هم ياخدوا المخلفات بتاعتنا. هل لان الصين افقر مننا ولا عشان هي عندهم فكر بيفكروا؟ فهم لما ياخدوا المخلفات بيدوروها وبياخدوا من معادن ومن حتى الحاجات الرخويه اللي هي الاكل او البتاع كده بيعملوه سماد، وفي بعض الحاجات اللي هي اللي بتبقى باقيه بيعملوها اكل مثلا للقطط والكلاب وهكذا، بياخدوا البلاستيك بيدخل مراحله، الازاز واخد بال ساعات التدوير القمامه يعني والمخلفات بصفه عامة. سمعنا مشاريع كثيره جدا ان الشباب عايزين يعملوها، ايه المشكله بقى ان هي تتعمل على طريقه موسعه ومنتشره اكتر من كده؟ والله هو المشكله عدم فهم الجزئيه دي، لان الكل بيرمي بشكل يعني، ولكن ابتدى يعني في تقريبا 3 مصانع في اسكندريه وفي الاسماعيليه انا اسف، وفي الصعيد هيتعمل حاجات شغل تدوير قمامه ده على حد علمي، وده جزء. الجزء الثاني اهدار برضو للفلوس عندنا الاستيراد. احنا بنستورد مثلا سي هنقول 100 بند في الاستيراد عندنا. ايوه. بند 1 2 3 4، لو ابتدينا نمسك كل بند على حده ونبتدي نقول احنا هنعمل انتاج للبند ده عن طريق رجال الصناعه، واخد بال ساعتك يجي مثلا وزير الصناعه يبتدي يقعد معاهم، يا جماعه احنا عاوزين ننتج البند ده رقم واحد. يعني حضرتك شايف ان الموضوع لازم يدار من فوق الاول، يتحط نظام او سياسه واداره الاول. عندنا كام رجل صناعه في مصر؟ واخد بال ساعتك وهيئه صناعيه واخد بال ساعتك، تعالوا يا جماعه احنا عاوزين ننتج البند ده. ويبتدي ينتج البند، وبناء عليه نشطب عليه ممنوع استيراده. وبعد كده ناخد التاني وناخد التالت، ما هو لازم نبتدي بخطوه، مش هنبتدي ب 100 خطوه مره واحده. ايوه. ولكن لو مسكنا بند بند وابتدينا ننتجه ونمنع استيراده، يبقى كده هنبتدي نستقل بذاتنا. زائد ان احنا في عندنا المواد الخام مش لازم تكون منتجه من الارض، ولكن ممكن تكون او تكون عن طريق المخلفات بتاعتنا، واخد بال ساعتك ان احنا بنعيد تدويرها وبناخد منها مواد خام بنعيد تصنيعها مره ثانيه. ايوه. زائد ان احنا يعني في جزئيه مهمه قوي، ان احنا نبقى واثقين في نفسنا واثقين في منتجنا. احنا بقى كشعب ان احنا نشجع ونشتري ونثق، ولا احنا كمصنعين ورجال اعمال وصغار رجال اعمال؟ والله احنا كشعب لازم نثق في حاجتنا الاول. يعني انا فاكر عبد الناصر رحمه الله عليه كان عمل قميص من انتاج المصانع النسيج المصريه، وهذا كان لابسه كان شيك جدا، يمكن سيادتك فاكره القميص ده اللي هو في نص كم وكان بيطلع بيه، وكان ما هو ده اللي احنا بنقوله الافكار والتشجيع. تشجيع الصناعه وفي الوقت ده من رموز من في افكار كتيره جدا. احنا انا شايف ان المشكله دعايه اولا، انتشار لصناعتنا لازم تكون مواكبه للموضه وللحديث. احنا نشوف الالوان، نشوف هي مش معضله قوي على فكره، خصوصا في الملابس مثلا، مش قصه كبيره يعني الصناعه المصريه في الملابس. لا في انها تطور نفسها اكتر من كده. في صناعات عندنا كويسه جدا كتير جدا، يعني في مثلا في مجال الكاوتشوك وفي مجال الميتالز المعادن في حاجات كويسه جدا وبتنتج وبتصنع هنا، بس مش كتير. وفي نفس الوقت ما فيش رؤوس الاموال اللي تقدر تدخل، واللي عنده راس مال وشغال بيقول لك خلاص انا مكتفي بكده ما بيزودش، خايف يمكن من المخاطره. هرجع لحضرتك مره تانية، نرجع لمجال الصناعه بس ناخد استراحه مؤقته ونروح لمجال التعليم مع استاذه دعاء. وعارفه ان حضرتك مدرسه لغه انجليزيه في مرحله ثانوي، لكن عديت بكل المراحل، وده تعامل يعني مع الطلبه طبعا مش سهل. عايز اسلوب، وعايز تبقي مقنعه انت كشخصيه، ومشكله بقى التعليم
كتعليم ومشكلة المدرسين، وهي جزء من مشكلة التعليم. فنبدأ نقول التعامل الأول مع الطلبة إزاي؟ الأول لازم تحبي التعليم، تحبي مهنة التدريس. يعني أنا عن نفسي بحب مهنة التدريس. تاني حاجة أصاحب الطالب. أيوة. ما تعاملش معي إن أنا المدرس وهو التلميذ، لا، أنا بعامله إن هو ابني أو بنتي. سوري أنا عندي برد بس معلش. ولا يهمك، اتفضلي. فبعامله إن هو ابني، وبعد كده كل مرحلة عمرية ابتدي أعامله إن هو صاحبي بقى، وابتدي أتطرق لمشاكلهم. طب تعالى أنت مش فاهم ليه؟ يمكن العيب عندي أنا، يمكن أنا اللي مش قادرة أوصل المعلومة، ولازم أنزل لمستوى تفكيرهم عشان يحبوني. وقت ما يحبوني هيحبوا المادة بتاعتي. لكن في طلبة أكيد برضو الأسلوب الناعم اللي هو بيعتمد على الإقناع ده مش بينفع معايا. هل بتسيبي نفسك تستفزي زي الحوادث اللي بنسمعها أحيانا؟ لا، ولا أنا لا؟ عن نفسي لا، بتعامل مع كل طالب بشخصيته. السن ده صعب، سن ثانوي وحتى إعدادي ابتدائي. أنا عايزة أقول لك حاجة، إن أصعب سن السن الصغير، إن السن الصغير ده متمرد، أو اللي هو طالع لسه من مرحلة ابتدائي الإعدادي، اللي هي مرحلة ستة ابتدائي وخمسة ابتدائي، اللي هي مرحلة زينة. لسه هقول لك أنت هل الأساليب اللي بتتبعيها في المدرسة بتتبعيها مع زينة؟ أو بتجربي في زينة الأول؟ بجرب في زينة. تقدري تقولي إن أنا بجرب في زينة، لأن هو سن متمرد. لو هو أنت لو هو عايز إن أنت تعامليه إن هو طفل صغير، ولا برضه هو عايز تعامليه إن هو شاب أو حد كبير. أيوة. لو قرصتي عليه شوية يقول لك أنا صغير، يعني أنا أجي أقول لها تقولي أنا لسه صغيرة يا ماما. نفس الكلام عندي في المدرسة. السن الكبير الثانوي بقى ده لازم صاحبي، لازم. أيوة. لازم تتعاملي معاه، لأن هو بيعاملك ند، لأن أنا كبير. هو خلاص أنا كبير، أنا مش صغير. ودلوقتي الأجيال دلوقتي فعلا أنت لازم تعامليهم على إنهم كبار في المرحلة الثانوية خلاص، يعني بعدين هم غيرنا. إحنا الجيل بتاعنا ما كانش فيه التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي، ما كانش فيه نت، ما كانش فيه كمبيوتر. أو يمكن أنا كان على أيامي فيه كمبيوتر، بس ما كانش فيه نت 24 ساعة، ما كانش التلفزيون كانوا إيه؟ أربع قنوات، خمس قنوات. أيوة. لكن دلوقتي كام هو قناة. مفتوح على العالم كله، فالنضج أصبح عنده مبتر. كويس. فما ينفعش كمان إن أنت تغفلي عن تفكيره، ما تقدريش إن أنت تكبتي كل فكرة بيقولها لك أو كل رأي بيقوله لك. أيوة. يعني أنا عن نفسي بحترم الطالب لما يقوم يقول لي يا ميس أنا هنا عندي مثلا فكرة، إيه رأيك نشرح الدرس المرة دي بالأسلوب الفلاني؟ أناقشه. بتحترمي رأيه. بحترم رأيه. مهم قوي للطلب إن هو يحس كده. هو لازم يتلقى. هو المشكلة التعليمية لو هنتكلم فيها فهي زي ما قلت هي مكونة من كذا جزء. جزء او عامل كبير قوي المدرس طبعا، سواء في طريقه تعامله اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، او امكانيات المدرس نفسه ان هو يكون مدرب، ان هو يكون فاهم يعني ايه علم نفس حتى لو ما كانش درسه او متخصص فيه. هنرجع تاني نتكلم عن التعليم، عن زينه وازاي طلعتيها بالجمال او طلعتوها بجمال الشخصيه وبالموهبه دي، بس بعد ما نطلع تقرير نشوف معا. التواصل بيبقى بين ولي الأمر وبين إدارة المدرسة بالنسبة للطالب في كل حاجة، في سلوكياته، لو في أي شيء بالنسبة لسلوكيات الطالب في قلب المدرسة أو في الفصل بيبقى في تواصل بين إدارة المدرسة أو مدير المدرسة، وبرضه بيبقى في تواصل في الندوات والاجتماعات بتاعت ولي الأمر بالنسبة للمدرسة، وبيشارك ولي الأمر برضه مع إدارة المدرسة بالنسبة للطلاب المتفوقين. البيت أصبح منعدم 50% عن الأول بانشغال الأب والأم بالعمل علشان يقدروا يجيبوا فلوس يصرفوا على الأولاد، فبالقدر المستطاع بيبقى في متابعة، لكن الأهم منها المدرسة ما زالت لحد دلوقتي الدروس الخصوصية، والدروس الخصوصية دي عبء كبير علينا، فالأب والأم بيشتغلوا عشان يواجهوا العبء بتاع الدروس الخصوصية. التواصل بين المدرسة وبين الأب أو الأم، التواصل لازم تكون تواصل حقيقي،
ان يعرف مستوى ابنه بيعمل ايه، سلوكه بيعمل ايه، المدرسه دورها ايه. اللي بنحقق بقى التواصل بان بيبقى في عمليه التزام من ولي الامر زائد مجلس الاباء، بيبقى في التزام من نواحي دي، بسال عن ابني لازم كل مادة اروح اسال عليه. طبعا اهم حاجه البيت والمدرسه دي اهم حاجه، دول عاملين اساسيين لنجاح الطفل من الكي جي 1 لاخر الجامعه. اللي اتربى عليه في البيت واللي اتربى عليه في المدرسه من كي جي 1 هو اللي هيمشي عليه لحد الجامعه. ما بين الاب والام والاسره وما بين المدير والمدرسين اجتماع كل اسبوع لكل الطلاب باولياء امورهم والنقاش في المشكلات الخاصه في البيت وفي المدرسه، وان هنا يكون في تواصل بين الاب والام والمدير، المدرسه الاولى بتاعه الفصل تعمل معاهم دور الام قبل دور المدرسه. في المدرسه لازم يكون هناك رقابه شديده من الاسر داخل البيوت بحيث تتوافق مع الدراسه في المدرسه. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. بنتكلم عن قضيه التعليم. قضيه التعليم ليها اكتر من وجه او اكتر من ناحيه او مجال او جزء. احنا بنتكلم على جزئيه المدرس كامكانيات كطريقه تعامل مع الطالب، وجزء مهم جدا ان الاسره ليها دور، والعلاقه بين الاسره والمدرس والمدرسه مهمه قوي عشان يتابع اول باول اي ملاحظات. طبعا دي اهم حاجه جدا. لازم يبقى في دور او في علاقه في كونتاكت بين الاسره او بين البيت والمدرسه وبين البيت والمدرس. امال انا ازاي اعرف ابني او ايه السلبيات اللي في المدرسه او ايه يعني انا عندي البنت لما بتيجي تشتكي انا مش فاهمه يا ماما، مش فاهمه الدرس ده، طب يمكن العيب مش في بنتي، انا بجيب العيب في بنتي، بقول لها انت ما بتبقيش قاعده منتبهه، بس ممكن يكون السلبيه في المدرس او في المدرسه او الجو المحيط، الفصل مش مهيئ، الفصل او المدرسه موجوده في مكان دوشه. ايوه كويس. فالشارع البيئه المحيطه بالمدرسه ممكن تؤثر برضو. كويس، تخلي الولاد مش منتبهين، صوت العربيات، صوت اي حد في الشارع بينتبهوا. فلازم يبقى في كونتاكت بين البيت والمدرسه، لازم اروح اتابع اسال ايه اخبار بنتي. زمان كنا بنسمع ان المدرس على علاقه اسريه باهالي الطلبه، وفي علاقه الود، وفي يعني موضوع كان مختلف وكان احسن، المفروض احنا بنتطور للاحسن. هي المشكله يعني دلوقتي ان علاقه المدرس بالبيت الدروس للاسف. للاسف. وانا سالتك سؤال بصراحه وقلت لك انا ما اقصدش الاحراج، انت كمدرسه طيب وعارفه المشكله كويس بتدي زينة دروس ولا؟ قلت لي مع ان زينة لسه 10 سنين يعني صغيره. للأسف ان انا بديها. بصي انا عشان مش اللغه يعني بتاعتها في المدرسه هي مدرس فرنساوي فبتاخد كله فرنساوي، فالماده العلميه ما بتقدرش ايه توصلها لها بالظبط. ايوه. طيب التعامل مع زينة بقى واكتشاف الموهبه، يعني اذا كنا بنتكلم بقى نتكلم عن الناحيه التطبيقيه بقى هنا كمدرسه وكأم. اكيد انت مختلفه عن اي ام عاديه يعني. في درجه من الوعي كمان اكتر يعني. طب فالتعامل هنا بقى او انك تشجعيه على الموهبه وفي نفس الوقت ما تهملش الدراسه وانت توفقي بين شغلك وبين تربيتها كان سهل؟ لا طبعا مش سهل. انا اكتشفت زينة في موهبتها باسلوب هي او لفتت نظري لموهبتها باسلوب صعب جدا. هي او كانت ذكيه. يا ماما انا عايزه اغني. فانا كاي ام قلت لا، طب والدراسه؟ لا انا هبدي الدراسه. فأهملت شوية وسكت شوية واستنيت. واحدة واحدة لقيتها هي ابتدت يا ماما أنا عايز أغني. ابتدت تغني في كل حتة في أي وقت، حتى الدروس وهي بتذاكر بتغني. كويس. وكان بتمثل كمان على فكرة. وبتمثل وبتمثل. كويس. هي وهي بتغني بتدي الأغنية الإحساس والأداء يعني لو نلاحظ يعني. أيوه. طب أنا بعد إذنكم عايز أسمع زينة تاني، ممكن زينة؟ ماشي. برضه. هختار أغنية عيش سكر وطن بتاعت أصالة. عن سوريا. أنت عارفة أنها عن سوريا؟ لأصالة. وفاهمة الأغنية ومعناها وحاسة بيها؟ يعني فيها يعني إحساس جامد وصعب على فكرة بالنسبة لسنك يعني. طيب يا ريت نسمع.
هذاكر للولاد حاضر وعشيهم وادعي لهم وحميهم كمان بدري ونيمهم واغني لهم. هسيب المكوادي لبكره عشان تعبانه مش قادره، ده شغل البيت يهدي الحيل، وهاتلي نعيش وكيس سكر وجبنه هريت ولو تقدر، ما تسهرش لنص الليل حبيبي العيد خلاص قرب، فشلي كم جنيه على جنب بلاش كالعاده تتهرب وتيجي تقولي وضعك صعب، ومين جاب بس سيرة العيد وليه مش حاسة بالموضوع؟ وطن بيموت عشان الكل، عشان الكل مش حاسس. حبيبي انا عاملة مش سامعاك عشان خايفة لا يوم اتهت، ما انا من كتر اوجاعي بخاف اوصف مشاعر الحد، بخاف على بكره من بكره واخاف دايما انا من الجاي، وقلبي مات على فكره لكنه مصر يظهر حي. في ناس الغربة كسرها وناس الغربة كرهها وناس مضطرة فبتبعد وشايلة وطنها جواها، وهو سوريا ده الموضوع. وطن بيموت عشان الكل مش سامع مش فاهم مش حاسس، قال نفسي. برافو يا زينة، بجد برافو برافو عليكي، وقد ايه بتغني من قلبك وحاسه الاحساس عالي، والتمثيل كمان موهبه التمثيل باينه، يعني هي بتدي الكلام التعبير. هي كانت بتمثل في بيت الامه، بتمثل في بيت الامه، عملت مسرحيه هناك. انت بتقولي مثلت بطريقه ارتجاليه وابكت الحضور اللي قاعدين، ده في الاختبار. ايوه كانوا المخرج فده قال لا اي حاجه، فعمل الدور وابكت اللي موجودين. كان دور ايه اللي خليت الناس تعيط؟ انا بابايا سابني وان انا كنت مع اخواتي، وهم يعني سابوني بره في الشارع وما فيش حد كان معايا، وهو لما رجع كان جاي ياخد فلوس عشان يروح بره ويتجوز وكده كمان، يعني لما رجع جاي ياخد فلوس. فانت أيوة بقى اديتي المشهد بقى، انا بقى رحت يعني، لا مش هو اللي قال لي المشهد، انا يعني جبت الف دماغي. هي الفت ان هو جايب لها فلوس وبتاع وكده وسافر، زي ما الناس بتسافر، وهي اتشردت طيب كمال. وانا عارفه ان هي افكارها حلوه يعني، انا عارفه انها كمان موهوبه في الرسم، اخذت جايزه من محافظه القاهره، من محافظه القاهره في الرسم، في قصر المنستيرلي، في قصر المنستيرلي. وان الحلو في رسمتها مش بس الموهبه في الرسم، ولكن الفكره بتاعت الرسمه كانت حلوه يعني. هي عملت الرسمه كان في احتفال ذكرى ام كلثوم، فكان في مجموعه وكل واحد بيرسم حاجه يعبر بها عن ام كلثوم، يعني يرسم ام كلثوم، يرسم حاجه اغنيه ليها، شمس المغيب مثلا، شمس الاصيل، اسف عشان كاتب حاجه اسمها شمس المغيب. ايوه طب احنا يعني هي رسمت الرسمه، رسمت وجه ام كلثوم وثلاث اهرامات وقوس قزح، ثلاث اهرامات وام كلثوم، ام كلثوم الهرم الرابع وقوس قزح، اطياف الشعب المصري كله بيحب ام كلثوم، الله على الفكره. برافو عليك يا زينة وربنا يحميكي. هي عجبت استاذة انعام محمد علي لانها كانت حاضره الاحتفاليه، عجبتها قوي في سنها ده ان هي جابت الفكره نفسها. طب انا عايزه ارجع اتكلم مع حضرتك استاذ مصطفى فهمي في امور مش شخصيه، على قد ما احيانا ان بعض الحكايات بتبعد وبيبقى ليها عمق تاني مش شخصي، هي بتبقى ملهمه احيانا يعني رغم انها تبدو انها شخصيه. انت قلت لي انك عايز تتكلم عن والد حضرتك وعمك، وان دول شخصيات اثرت بيهم جدا وما ينفعش تبقى موجود
وبتتكلم في برنامج زي ده من غير ما تتكلم عنه؟ والله انا عمي شهيد في 73، وانا فاكر ساعه لما كان رايح قبل ابتدت الحرب وبتاع، وجالنا زياره وراجع بقى، ف جه والدي كان هيكتب له ورقه لا اله الا الله محمد رسول الله، فال كان نايم، فقال لوالدتي لا سيبيه مش خلاص، وانا ايه انا جاي، انا ايه انا هروح اجيب النصر وهاجي، وكان ماشي وبيرقص ولابس البدله بتاعته، وانا فاكر الموقف ده كان بره، وقال لها خلاص سيبيه وكده واتكل على الله. والدي ساعتها كان مستشار عسكري محافظه بورسعيد. يعني استشهد حضرتك؟ عمي اللي استشهد. عمك استشهد؟ عمي استشهد. فهما الاثنين كانوا ابتدت العمليات، الكلام ده كان قبل الحرب، وكانوا رايحين وعارفين ان في اعداد للحرب. فالمهم كان عمي ضابط صغير في سافر، والدي كان بيروح وبيجي، وفي الاخر بقى استقر داخل محافظه بورسعيد. اي فكان قام عبتاوب هديب محافظ بورسعيد، فجي عمي طلع احد العمليات دمر فيهم 8 دبابات واثر 4، وهو راجع لقى العدو عامل له كمين، فاصحابه شاوروا له اعمل كمين وبتاع، لف من طريق تاني، الطريق ده كان ملغم، دخل العساكر بتوع مرضيش ينزل العسكري يمشي على الارض، وهو مشي قدام الدبابات استطلاع عشان ما فيش اي حاجه كمين او كده، فانفجر فيه لغم ارضي واستشهد. والدي ما كانش يعرف، حجبوا عنه الموضوع، وبالتنسيق مع عشان هو كمان كان على خط النار، يعني هو كان على خط النار. ما هو كان في المحافظه، ما هو النص هو اللي بيحرك محافظه بورسعيد كلها، يعني فخبوا عنه قصه استشهاد. ما هو ظبط. فالمهم يعني في حاجه تبص لها ايه، ان الجيش كان متعاطف مع بعضه ومرتبط مع بعضه، وبعدين كله عنده استعداد ان هو يموت بدل زميله، واخد لسعته فدى ارضه. ايوه ودي الجزء اللي حضرتك عايز انك تبينه، يعني جزء مهم جدا بالنسبه للجيش. ان قد ايه هم حريصين على بعض، على الحاله النفسيه في الحرب، فما يبلغوش خبر زي ده، وحريصين عليه ان هم العيله الواحده ما يبقاش فيها اكتر من شهيد، فبعدوه عن خط النار بالتنسيق مع المحافظ حمدي عاشور وعبتاوب هديب. أيوة. حتى هو قال لهم طب انتوا نقلتوني ليه، هو ما يعرفش، بعد الحرب عرفنا بقى، فقالوا انا عرفت انت اتنقلت ليه، اتنقلت عشان نحافظ عليك. هو وقتها كان ممكن ياخدها بحسية او بزعل. ما على فكرة عايز اقول لستك على حاجة، عندنا الضابط او المصري واخد بال ساعتك لا يهب الموت، ولذلك خير جنود الارض، واخد بال ساعتك، يعني هو يقول لك انا اموت عشان اعلي طوبة في جدار بلدي. واخد بال ساعتك. واكيد القصص دي زي ما اكيد هي ملهمه بالنسبه لك وفرقت معاك في شخصيتك وفي نظرتك لامور كتير، فهي لينا برضو مهم قوي ولشبابنا ان هم يسمعوا قصص زي دي، لان معدن جنودنا وتضحياتهم كانت بتبان اوقات الحرب، لان هي دي الاوقات اللي بيبان فيها، يعني هي في الاوقات العصيبه بالنسبه للشعب المصري، حتى لو اتفرق وتشاحن واخد بال ساعتك، لما بيجي فيه موضوع قومي بتلاقيه بنتحد كلنا، ولذلك فعلا. احنا اليومين دول انا حاسس ان احنا بنتحد وهنخطي الازمه اللي احنا فيها يا رب ان شاء الله. طيب بزم. انا بكده يعني بشكركم، بشكر استاذ مصطفى فهمي، بشكر استاذه دعاء يحيى، زينه بشكرك، وعايزه واحنا بنختم وقبل ما نختم البرنامج اسمع حاجه صغيره من فضلك تاني، عشان انا معجبه جدا بمواهبك. انا ممكن اغني اغنيه بتاعت هدى سلطان اسمها متع شباب بالامل. خلاص حلو، عشان يبقى عندنا امل، عشان نختم بالامل. أقول تفضل. متع شبابك بالامل، وسعد حياتك بالعمل، الدنيا من غير امل ما يكونش لي عندك امل، عيش بالامل، خلي الامل قدام عينيك ما يغيبش يوم ويروح بعيد، لو كل شيء ضاع من ايديك الا الامل هتعيش سعيد، كل السعادة فيه مش من الجمال والغنى،
نلاقي من غير أمل، ما يكونش لي عندك أمل، عيش بالأمل. بشكرك يا زينة، فعلا أمتعتينا النهاردة، بشكركم نورتونا، بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء في نفس ميعادنا الأسبوع القادم، حلقة جديدة، أسرة جديدة، وبيت العيلة.